السلام عليكم. إسرائيل وجهت ضربات عنيفة للغاية ظهر هذا اليوم على الأراضي السورية، ووكالة الأنباء السورية الرسمية سانا اعترفت تماما بهذه الضربات التي جاءت على الأراضي السورية، وكذلك كانت هنالك المزيد من التفاصيل التي نشرت أيضا على الأسوشيتد بريس، وهذه واحدة من لقطات الضربات التي جاءت تحديدا على العاصمة السورية دمشق كما ترونها هنا. ما الذي جرى يا ترى؟ هنا كما نلاحظ هذه سوريا، هنا لبنان، وهنا الجولان كما تلاحظون، وبالتالي إذا ما توقفنا هنا بهذا الاتجاه لكي نحاول معرفة ما الذي جرى ولماذا إسرائيل قامت بهذه الضربة. إسرائيل لاحظت بأن هنالك طائرة شحن إيرانية من نوع ماهان إير قد تعدت الأجواء العراقية ودخلت في الأجواء السورية، وبأنها متوجهة هنا باتجاه دمشق، يعني إلى مطار دمشق الدولي. هنا اتخذت قرارا طبعا إسرائيل بإطلاق طائراتها وحلقت طائراتها مباشرة فوق الجولان، ووجهت ضربات عنيفة للغاية تجاه مطار دمشق الدولي. كانت طبعا المنظومات الدفاعية السورية حاضرة في عملية التصدي لهذه الصواريخ، ولكنها طبعا لم تنجح في عملية التصدي للأهداف التي كانت تبحث عنها إسرائيل، وهذه الضربة أدت تماما إلى خروج مطار دمشق عن الخدمة. وإسرائيل لم تكتفي بهذا الحد، لا أبدا، بل إن طائراتها جاءت لتحلق فوق البحر المتوسط بهذا الاتجاه، وقامت بتوجيه ضربات أيضا تجاه مطار حلب ومطار النيرب العسكري الملاصق له تماما، وقاموا أيضا بإخراج هذا المطار عن الخدمة، وذلك لتفادي أن تذهب هذه الشحنة الإيرانية بأنها أن تغير وجهتها من دمشق بعد هذه الضربات وأن تتجه لحلب لتوصل هذه الأسلحة، وهذا ما جعل هذه الطائرة في نهاية المطاف أن تعود إلى أدراجها فوق الأجواء العراقية مباشرة إلى إيران. وطبعا الضربات هنا الإسرائيلية هي تأتي من أجل منع السلاح الإيراني من أن يأتي في هذه التوقيتات الحساسة التي نراها من ضمن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وبأن هذه الأسلحة إن وصلت إلى دمشق فهي تفتح الباب للوصول إلى الفصائل المسلحة الموالية لإيران الموجودة طبعا في الداخل، والتي بدأت تستهدف أساسا الداخل الإسرائيلي مؤخرا. هي قامت بعدد من الاستهدافات ورد عليها الجيش الإسرائيلي، وكذلك القلق من أن الأسلحة من الممكن أن تذهب من غرب دمشق إلى حزب الله اللبناني لكي يستفيد منها طبعا تماما في عملية ضرباته واستهدافاته التي تأتي على الجيش الإسرائيلي، وهو أكثر نشاطا في عملية الاستهدافات مقارنة بمن هم من الموجودين في سوريا. وبالتالي أيضا مسألة ضرب حلب، إن جاءت هذه الأسلحة إلى حلب فهذا يعني بأنها ممكن أن تتجه إلى لبنان، إلى دمشق، ومن ثم إلى غربها إلى طبعا الداخل اللبناني إلى حزب الله اللبناني. وبالتالي هم ببساطة قطعوا الطريق، أخرجوا المطارين عن الخدمة، وأصبحت الآن سوريا بشكل مؤقت خارج الخدمة على مستوى الطيران الدولي، وتوقفت هذه الشحنات التي تأتي إلى الداخل السوري في ظل هذه التوقيتات الحساسة التي نتحدث عنها. وكانت هنالك لقطات قادمة طبعا وتسجيل واضح ورسمي على الفلايت رادار 24 لطائرة الشحن الإيرانية IRM-146 التي ترونها، وهي تأتي من الأجواء العراقية إلى الداخل السوري باتجاه دمشق، وبعد ضرب مطار دمشق وإخراجها عن الخدمة التفت هذه الطائرة كما تلاحظون وعادت إلى أدراجها مباشرة إلى إيران، وها هي فوق الأجواء العراقية كما تلاحظونها متجهة لإيران، وهذا هو التسجيل الخاص بهذه الطائرة كما تلاحظون هنا IRM-146 ماهان إير، وهذه هي طائرة شحن إيرانية معروفة يتم فيها شحن الأسلحة عادة إلى سوريا لكي تستفيد منها الفصائل المسلحة الموالية لإيران. بكل تأكيد البعض وبعض الوكالات قالت بأن على متن هذه الطائرة كان وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان، ولكن في حقيقة الأمر هو لم يكن على متن هذه الطائرة لسببين، لأنه تم الإعلان عن زيارته للمنطقة بشكل عام لمناقشة قضية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، القضية الفلسطينية تحديدا وما يجري في غزة، وتم الإعلان بأن زيارته الأولى ستكون إلى العراق ومن ثم إلى سوريا، وبعد ذلك ستتضمن هذه الزيارة أيضا لبنان، وبأن هذا الرجل ظهرت طائرته وهي تحلق من طهران مباشرة إلى بغداد كما تلاحظون، ووصلت إلى بغداد، وهذا هو التسجيل الخاص بالطائرة التي رأيناها الآن. وستلاحظ بأنها طائرة
حكومية، وزير الخارجية الإيراني أو أي وزير إيراني أو أي مسؤول إيراني دائما يكون على متن طائرة حكومية وليس على متن طائرة ماهان إير طبعا بكل تأكيد. والرجل قد وصل إلى بغداد واستقبله مستشار الأمن القومية العراقية سيد قاسم الأعرجي بهذا الشكل، وبالتالي هو لم يكن على متن هذه الطائرة، وهذا يعني أن طائرة ماهان إير التي تم منع السلاح الذي كان موجود على متنها من قبل إسرائيل الآن قد عادت طبعا إلى إيران ولم تتمكن من إيصال السلاح كما كان هو مطلوبا. وهذه مسألة خطيرة للغاية لأن إيران تدعم وبكل قوة طبعا القضية الفلسطينية وحركة حماس وغيرها، والولايات المتحدة الأمريكية مركزة على هذه المسألة، تريد الضغط على إيران بكل قوتها وبكل قدرتها من أجل منع إيران من الإمداد بالسلاح والدعم وغيرها، في ظل الكثير من الاتهامات الأمريكية بأن إيران كان لها دخل بما قامت به حركة حماس. فواحدة من عمليات الحراك التي تأتي من الولايات المتحدة وأخطرها هو أنهم بدأوا يبحثون عن تجميد 6 مليارات دولار التي وفرتها الولايات المتحدة الأمريكية لإيران من أموالها المستحقة، رفعت عنها العقوبات، حولوا هذه الأموال من كوريا الجنوبية إلى بنوك وحسابات في قطر لكي يستفيدون منها، من ضمن صفقة طبعا تبادل الأسرى المعروفة. الآن يريدون تجميد هذه الأموال، والكونغرس الأمريكي هو الذي بدأ يتحرك بهذا الاتجاه، وتحديدا مجلس الشيوخ الأمريكي بقيادة ميتش ماكونيل زعيم الجمهورين في مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى توم كوتن الجمهوري أيضا السيناتور عن ولاية أركانزا الأمريكية. قد قاموا بتقديم طبعا الطرفان قدما مشروع قرار في الكونغرس الأمريكي يريدون تصويتا عليه يجبر الرئيس الأمريكي جو بايدن على الذهاب وتجميد 6 مليارات دولار، وبأن هنالك دعم كبير بحسب الجويش إنسايدر من قبل الحزب الديمقراطي للحزب الجمهوري، وبالتالي هنالك توافق بين الحزبين الأمريكيين من أجل تجميد هذه الأموال، لأنهم بدأوا يرون ببساطة بأن الهجوم الذي قامت به حركة حماس هو يأتي بعد توفير هذه الأموال، وبالتالي لا بد منهم أن يفعلوا شيئا. والرئيس الأمريكي جو بايدن بحسب بلومبرغ تحدثت بأنه بدأ يدرس مسألة تجميد هذه الأموال، وبالتالي قد لا يكون بحاجة للعودة للكونغرس الأمريكي وأن يتخذ القرار بنفسه، وهو داعم لإسرائيل بشكل قوي. ووزير الخارجية كذلك أنتوني بلينكن الأمريكي كان اليوم موجودا في إسرائيل، ويأخذون على محمل الجدية مساعدة إسرائيل في هذه المعركة. وطبعا الولايات المتحدة على الرغم عدم وجود إثبات دامغ بأن إيران كانت مشتركة في هذا الهجوم المباشر الذي جاء من قبل حركة حماس على العمق الإسرائيلي، إلا أن جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض قال إيران متواطئة بسبب علاقاتها طويلة الأمد مع حماس بالسلاح بالتدريب وبغيرها، وبالتالي يريدون الضغط على إيران بكل قوة، وخاصة بأنهم يرون إيران تحرك فصائلها بقوة كبيرة للغاية في المنطقة، فهم لاحظوا بشكل واضح الفصائل الموجودة في سوريا بدأت تصعد، حزب الله اللبناني شيئا فشيئا يصعد على العنق الإسرائيلي من طبيعة طبعا ضرباته ومشاغلة الجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى ذلك إلى أن أبو حمزة الناطق الرسمي باسم سرايا القدس الرجل كان قد تحدث يوم أمس بأمر مهم للغاية، فبالإضافة إلى صمود الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة ضد كل الهجمات التي تقوم بها إسرائيل على مستوى الجو على هذا القطاع المهم، فهو تحدث عن مسألة أن الفصائل الفلسطينية أيضا في الضفة الغربية كان لها نوع من الدور وأظهرت بعض القدرة لعملية المقاومة والمشاغلة، ومن الممكن أن يتصاعد الوضع في الضفة الغربية أيضا، وبالتالي الأمر ليس قادما من قطاع غزة أبدا. وكذلك تحدث من الممكن أن يمتد هذا الأمر إلى ساحات أخرى، وساحات أخرى قد تعني سوريا، قد تعني لبنان، وقد تعني أيضا جماعة الحوثي من اليمن، خاصة باستعراضهم الأخير استعرضوا صواريخا قادرة على الوصول على مديات 1500 وحتى 2000 كيلومتر لكي تحقق الضربات على إسرائيل، وبالتالي هنالك أكثر من جبهة ممكن أن تفتح، وهذا ما هي الولايات المتحدة منتبهة له تماما، هي التحرك الإيراني القوي والدعم القوي والتحشيد الكبير، ولهذا هي تضع كل هذا الضغط من أجل تمكين إسرائيل من النجاح في العملية التي تبحث عنها القادمة من الهجوم البري المرتقب على قطاع غزة بشكل مباشر. فبالنسبة لإسرائيل الآن هنالك نقطتين قد طرحت
داخل أروقة الحكومة الإسرائيلية الجديدة، طبعا حكومة الطوارئ التي جاءت من الحكومة الحالية ومن المعارضة. هم يدرسون مسألتين بحسب ما نشرته طبعا إسرائيل ريدار تحديدا، قالت بأن إسرائيل تحديدا تحاول، هي لا تفكر في مسألة فقط الاقتحام وإنما تفكر ما بعد الاقتحام، هم يفكرون ما الذي سنفعله بعد القضاء على حماس. فواحدة من الخيارات التي يضعونها بحسب إسرائيل ريدار طبعا أن يقومون بعملية الهجوم البري في الداخل على قطاع غزة، وأن يقومون بالقضاء على حماس، على حركة الجهاد الإسلامي كما يفكرون الآن، وبعد ذلك يقومون بالانسحاب من قطاع غزة ويقومون بخلق بافر زون أو منطقة عازلة داخل أو منطقة معزولة أو منطقة عازلة في داخل قطاع غزة. بهذا الشكل يسيطرون عليها، وبالتالي بالنسبة للفصائل الفلسطينية في حالة في المستقبل حاولوا القيام بهجوم كما فعلوا على العمق الإسرائيلي فإنهم لن يتمكنوا من القيام بهذا الأمر بالسهولة التي تمت، لأن هنالك منطقة عازلة قد خلقتها إسرائيل ويجب على هذه الفصائل أن تتعدى هذه المنطقة لكي تصل إلى البلدات الإسرائيلية كما فعلوا في السابق. أما المقترح الآخر الذي تبحث عنه طبعا إسرائيل وتناقشه هو أن يقوموا بعملية الدخول إلى قطاع غزة والسيطرة عليها بالكامل وإنهاء حماس والبقاء بهذا الشكل على المستوى العسكري، وهذا أمر تدعمه ويدعمه أغلب الوزراء الموجودين في إسرائيل بحسب ما تحدثت عنه إسرائيل ريدار. ولكن طبعا هذا إذا ما نجحت إسرائيل أساسا في التدخل والدخول بهذا الشكل والقضاء على حركة حماس، فهذه المعركة هي ليست سهلة بالنسبة للجيش الإسرائيلي. إسرائيل تستخدم جيشا نظاميا هنا، بالنسبة لحركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي والفصائل بشكل عام هذه قوات غير نظامية تجيد حرب العصابات، تجيد كذلك حرب الشوارع بقوة عالية للغاية، وتمتلك أنفاقا كافية وتمتلك أسلحة وذخائر ومضاد وأسلحة مضادة للدروع، وأيضا بالنسبة لصواريخها استنفذت الآن 33% من خزينها من الصواريخ الذي تستهدف فيه البلدات الإسرائيلية. والآن قاموا بتخفيف مسألة الاستهدافات بالصواريخ لأنهم يعلمون الآن بأن إسرائيل تريد القيام بهجوم بري وبحرب طويلة، وبالتالي خففوا من أعداد الصواريخ التي يستخدمونها من أجل، وبدأوا يمسكون بالأرض وبدأوا يستعدون للحرب البرية ضد إسرائيل. وهنا أن تمت وقامت القوات الإسرائيلية أثناء الاقتحام وقامت فعلا بالاقتحام كما هي تخطط، فبأن هذه الفصائل الفلسطينية من الممكن أن تؤذي هذه القوات الإسرائيلية بكل تأكيد، وأن تقوم بضربات على البلدات وتستمر بإيقاع الخسائر، وخاصة أن هنالك رأي عام ضد الحكومة الإسرائيلية التي نتحدث عنها وضد بنيامين نتنياهو على سبيل المثال. فإن التصويت قد جاء أساسا وقد نشر على والا نيوز الإسرائيلية، تحدث ببساطة بأن الإسرائيليين اليهود الإسرائيليين صوتوا بنسبة ما يقارب 86 أو 84% تقريبا بأنهم ليسوا راضين على الحكومة الإسرائيلية نهائيا بسبب الخرق الذي جاء من قبل حركة حماس، وكذلك 56% يريدون من الرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يستقيل بعد انتهاء هذه الحرب، و52% منهم يريدون وزير الدفاع الإسرائيلي أن يستقيل بعد نهاية هذه الحرب. وبالتالي رهانات أيضا مهمة وأسلحة وأوراق رابحة تمتلكها الفصائل الفلسطينية، ولا ننسى ورقة الأسرى التي هي لا زالت بيد هذه الفصائل الفلسطينية، وبالتالي المعركة لا زالت في بدايتها. ننتظر ونرى كيف من الممكن أن تتطور، ولكن ضربات إسرائيلية في وضح النهار على مطاري حلب ودمشق تخرج هذه المطارات عن الخدمة هي مسألة لم نراها من قبل، وهي قد تشير إلى أن إسرائيل جادة في عملية الدخول بقوة ضد أي طرف يحاول أن يحشد أو يرسل أسلحة من أجل أن تستخدم ضدهم في ظل هذه الأزمة الكبيرة. إذن